www.alrahib.net. فيه دوري المظالم، فيه دوري الدرجة الثانية، في وسط الملعب الآن، التسديد الآن، الله الله على الرهيب، الله على محمد ياسر. محمد ياسر يرسم البسمة، يرسم الابتسامة على جماهير الرهيب في هذه المباراة، تحديدا عند الدقيقة 5 من عمر الشوط الثاني. كما ذكرت لا زال للإثارة ولا زال للسرعة فواصل أخرى قادمة في لقاء الرهيب أمام الفرسان. تسديدة قوية لا تصد ولا ترد من محمد ياسر الشقيق لحسين ياسر أبناء ياسر محمدي. الود ود أيضا ياسر. www.alrahib.net.